بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونجور تو الموند. أهلا بكم أحبائي طلاب الصف الثاني الثانوي معانا الحصة الثانية اللي هي تعتبر أول درس في الترم الثاني كله اللي هو الدرس الأول من الوحدة الثالثة. عنوان الدرس بيقول لي ديموندي إي دوني سون بنيو سيغ ليفيتمو أو سيغ ديفيتمو. هسأل وأعطي رأيي على الملابس. الفوكاب بتاع النهارده انا عامله زي خريطه ذهنيه كده زي ما انتم شايفين، يا رب تستفيدوا منها. مجمع زي ما انتم شايفين كده مجموعات الالوان لوحدها زي ما هنشوف كده فيولي. طبعا لو نفتكر الالوان خدناها في الترم الاول، احنا هنحتاجها طبعا في اللبس بشكل جامد قوي. فيولي عندي معناها اللي هو البنفسجي، بلو ازرق. ونلاحظ ونفتكر برضو ان البلو غير الانجليزي، احنا عندنا بتنتهي بحرف الاو. جون اصفر، روج احمر، في عندي كمان نوار الاسود. انا هكبرها لكم شويه، نقولها تاني عشان لو ما كانتش واضحه في الاول. فيولي بنفسجي، بلو ازرق، جون اصفر، روج احمر، نوار اسود، فير اخضر، بلونك ابيض، مارون بني. طبعا احنا هناخد بعد كده ان شاء الله ازاي نأنس الالوان دي ونجمعها عشان هنستخدمها في اللبس، لان في عندي زي ما احنا هنبقى معانا اللبس في منه المذكر وفي منه المؤنث. في مجموعه ثانيه من الكلمات على شكل صفات متجمعه برضو لوحدها. انا عندي الكلمه المحوريه بتاعتنا النهارده اسمها ليفيت مو. ليفيت مو اللي هي الملابس، ودي الكلمه المحوريه بتاعتنا النهارده. ناخد الصفات بتاعتنا: سيغي ضيق، جران كبير، اليجون انيق، جولي جميل، لارج واسع، على مود على الموضة، ديمودي مش على الموضة، يعني على مود على الموضة عكسها ديمودي، موضة قديمة أو مش على الموضة، أوريجينال أصلي، ودي طبعا للماركات مثلا. طيب ناخد نوع تاني من الكلمات، أنا هنخلي الأزرق ده للآخر. خلينا نروح على الأفعال. في عندي يرتدي ليها كذا معنى، متر اللي هي كان ليها معنيين، يضع أو يرتدي يلبس. وفي عندي كمان بورتي، ودي برضو لها معنيين، معناها يحمل او يرتدي لو جت مع الملابس. السيه معناها يجرب في العادي، بس لو جت مع الملابس هتبقى معناها يقيس. سابيه معناها يرتدي. طب لو شلنا الاس اللي في الاول الضمير الثاني بتاعنا هتبقى ابيه معناها يلبس حد، يلبس اخوه الصغير او بنته مثلا او ابنه. انما سابيه هو بيلبس نفسه، ان احنا عارفين ان الفعل ذو الضميرين الفاعل هو نفسه المفعول، يبقى سابي يلبس نفسه يرتدي. اشتي يشتري، فوندر يبيع، ترعيه يختار، يختار من الملابس. نيجوسيي عد علينا قبل كده الفعل ده، نيجوسيي جه عندنا في الحصه اللي فاتت، كان معناه يتناقش او يتجادل او يفاصل، يفاصل في اللبس، يفاصل في المقاس، يفاصل في الفلوس. نروح على نوع تاني من الكلمات، وهناخد اللي هو القطاع الكبير ده اللي هو بقى اللبس نفسه. في عندي هنبدا بالبلطو، انمنتو، وناخد بالنا في الكلمات المجموعه دي بالذات المذكر منها والمؤنث. انمنتو بلطو، انجيلي صديري، ان مايو دو با لبس البحر او زي البحر. عندي كلمه مايو مش معناها دايما ان هي اللي احنا فاهمينه اللي هو الشورت والحاجات اللي هي بتاع البحر بس، لا، كلمه مايو معناها زي، بس لما اقول دوبا بقت معناها بتاع البحر، لان في عندي مايو دو سبور اللي هو ممكن يكون ترينج مثلا، لان ده معناها زي الرياضه، مايو دو سبور زي الرياضه، انما مايو دوبا بقت معناها زي او لباس للبحر، او يعني اللي هو زي اللي بنلبسه واحنا رايحين نعمل كذا. طيب ان بنطلون طبعا بنطلون، ان كوستيم بدله، ان تي شيرت، ان سويت طبعا اللي هو سويتر او سويت شيرت، ان بول اختصار لكلمه بلوفر، ان جين بنطلون جين، ان انوراك سويتر اللي هو متبطن اللي هو منفوخ شويه كده، ان انوراك، ان بيجاما، ان سيرفيتمو ده اللي هو ترينج سيرفيتمو، ديلي جينج ده اللي هو ستريتش وجاي من ليج
بالانجليزي اسمها جت في الاخر ليجينج. نيجي بقى على الاسماء الكلمات المؤنثه، ان شيميز قميص، ان فيست جاكيت البدله، ان شوسيت ده اللي هو الشراب، وطبعا ما بيجيش مفرد دايما بيجي جمع، يعني انت تبقى عارف انها مؤنثه بس هي بتيجي دايما جمع، دي شوسيت على طول وفي اخرها اسم. وزيها برضو دي باسكيت اللي هو الايه الحذاء الكوتشي، الحذاء الرياضي دي باسكيت. طبعا دي مش كل الكلمات بتاعت اللبس بس دي يعني ايه المكان ما يتسعش اصلا، بس ان شاء الله هنكمل في وقت تاني الحاجات الباقيه. في عندي وصف لللبس في المربع الازرق اللي انتم شايفينه ده او الشكل غير منتظم ده، ابوا اللي هو اللي ما يكون منقط بوصفه ابوا بنقط، طبعا ده حرف جر، ابوا بنقط يعني انتم منقط. اراير مقلم، اكاغو بكروهات. في عندي يوني ساده، ده غير دول كلهم. طيب في عندي كمان ممكن يبقى اللبس ده بكم او الكم ممكن يبقى انواع، امانش كورت او امانش لونج، باكمام قصيره او اكمام طويله، امانش كورت او امانش لونج. في وصف كمان للملابس، احنا خدنا المره اللي فاتت اهي حرف الجر هنستخدم المره دي اون، ده حرف جر تاني. انصوا من الحرير، يبقى مصنوع من الخامه الحرير، ان كوتون من القطن، ان لان من الصوف، ده في اللبس. طيب ممكن يبقى في حاجات تانية اكسسوارات مثلا اونار من الذهب، اون ارجون من الفضه وهكذا. يبقى اون دي بتوصف الخامه انما بتوصف الشكل، ودي هناخدها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله. طيب احنا كده خدنا كلمات الدرس، خدنا كلمات الدرس الاول، ممكن تاخد سكرين شوت للشكل ده. طيب نتنقل بعد كده للالوان، وهناخد ازاي نقنص الالوان، واحنا كنا خدناها في سنه اولى بس هناخدها تاني لان احنا محتاجينها لكولار. طبعا عندي فيولي لما باجي انقصها هي وكلمه بلونك، احنا بنزود في المبنى بتاعها الحروف بتاعتها تبقى فيوليت، بزود تي اي. وبالنسبه لبلونك الابيض هزودها برضو اش اي هتبقى بلانش، تبقى فيولي فيوليت بلونك بلانش. اما كلمه نوار وفير وبلو بنأنسها باضافه حرف الاي، هتبقى نوار نوار، فير فيرت، بلو بلو. طيب الكلمات اللي بتنتهي اصلا بحرف الاي زي جون وروز وروج تنتهي اصلا بحرف الاي، هنسيبها زي ما هي في المؤنث، جون روز روج. نيجي على الكلمات اللي جايه بعد كده، وانا عايز تاخدوا بالكم ان الكلمات دي لا بتتأنس ولا بتتجمع. منها كلمه مارون بني، فريز اللي هو لون الفراوله، كافيه لون اللي هو لون القهوه، ابريكو لون المشمش، شوكولا ده لون الايه الشوكولاته. والالوان دي ليه مش بتأنس ولا بتتجمع؟ لانها اصلا متاخده من حاجات موجوده في الطبيعه من اسماء، وبرده زي كلمه اورانج واوليف البرتقالي والزيتوني، ودي كلمات متاخده من الطبيعه فمش هتتأنس ولا هتتجمع، هتفضل زي ما هي في المفرد وفي الجمع وفي المؤنث وفي المذكر. في عندي في الالوان كمان لما اجي استخدم الفاتح اقول كلمه كلير، يعني اقول مثلا اخضر فاتح اقول فير كلير، فير كلير. وبالنسبه للغامق هضيف كلمه فونسي يبقى روج فونسي، احمر غامق، يبقى اقول روج كلير او روج فونسي، يبقى احط اللون الاول وبعد كده الكلمه اللي ايه الاضافيه بتاعتنا فاتح او غامق. الالوان بيقول لي ما بتتغيرش عند التأنيث لما تكون مركبة، يعني ايه؟ لما يكون مثلا انا ركبت لون احمر غامق او احمر فاتح وجاه مع اسم مؤنث قميص مثلا ان شيميز، لما اجي اقول ان شيميز بلو لوحده كده ماشي هأنس كلمة بلو، اما لو جيت اقول بلو الازرق ده غامق يبقى في الحالة ديت هرجع تاني بلو للاصل بتاعها المذكر، يبقى ان شيميز بلو فرنسي ورجعت كلمه بلو للمذكر بتاعها. ليه؟ لان انا ركبت كلمه بلو مع فرنسي ازرق فاتح، ففي الحاله دي هيفقد الايه التانيث بتاعه، يبقى ان شيميز بلو فرنسي. بيقول لي الثاني ملحوظه، اذا كان في اكتر من لون فان برضو الالوان مش هتتجمع ولا هتتأنس. ازاي؟ زي ما يقول لي مثلا
الكرة فيها مثلا خط احمر وخط اصفر وخط ازرق، في الحالة ديت الالوان ديت لما تيجي مع بعضها هتفقد برضو التأنيث والجمع بتاعها، زي ما اقول زي ما انتم شايفين في المربع الشمال ده، دي بال كور بلو انوار، ازرق في احمر او ازرق في اسود، دي بال كور بلو انوار يبقى معناه كده ازرق في اسود، يبقى انا حتى بالعربي حتى كمان مش بقول زرقاء وسوداء، لا انا بتكلم بصيغه الايه المفرد المذكر، دي بال بلو انوار ازرق في اسود. غير لما تكون بقى الكور كل واحده لون، في الحاله ديت ماشي هسيبها مؤنثه وجمع زي ما هي، لما تكون كل كره بلون مستقل، دي بال بلو انوار، وده اللي هيفرق لي في المعنى بين كور الكره اللون داخل فيها في نفس الكره ولا كل كره لون، دي بال بلو انوار زي ما انتم شايفين في المربع اليمين ده خدت المؤنث والجمع بتاعه. دي كانت الملحوظات بتاعت الالوان بتاعتنا، واحنا كده تقريبا استوفينا كل ما يمكن ان يقال في هذا الدرس عن الالوان. نروح على قاعده ثانيه بتفرق لي بين استخدام كلمتين ظرفين هما تري وبوكو. تري معناها جدا وبوكو معناها كثيرا، بس دي لها استخدامات ودي لها استخدامات. تري مثلا هنشوفها مثلا هتيجي قبل الصفه وقبل الظرف، اما كلمه بوكو هتيجي بعد الفعل. طب تعال نشوف امثله عشان نفهم الكلام، زي ما اقول مثلا حاجه ديت سي جولي، هذا جميل. طب انا عايز اقول ده جميل قوي، هحط تري قبل ولا بعد جولي؟ طبعا هتيجي قبل الصفه يبقى تري جولي، وكذلك هتيجي قبل الظرف. زي مثلا عايز اقول لواحد انت بتلبس حلو، اقول له تي ا بي بيان، انت بتلبس كويس. طب لو عايز اقول تري بيان يبقى تري هتيجي قبل ولا بعد؟ يبقى تري هتيجي قبل الظرف برضه، يبقى تسي تري قبل الصفه وقبل الظرف، يبقى تي ا بي تري بيان. اما كلمه بوكو مش هتيجي قبل صفه ولا ظرف، هتيجي بعد الفعل. بعد الفعل البارل هو بيتكلم. طب عايز اقول هو بيتكلم كتير، هقول البارل بوكو، جت بوكو بعد الفعل البارل بوكو. عرفنا كده حددنا مواقع كلمه تري وكلمه بوكو. تمام، نيجي كمان على القاعده كمان معانا الثالثه دي، هنفرق بين استخدام حرف الجر ا واون. utilisation de a و on. نستخدم on لبيان الماده الخام زي ما قلنا من شويه واحنا بنشرح الكلمات، قلنا هنقول الماده الخام on. on queer من الجلد، on coton من القطن، on lin on soie on or on argent. on lin طبعا من الصوف، on soie من الحرير، on or من الذهب، on argent من الايه الفضه. اما كلمه a بتستخدم لبيان الشكل العام زي ما اقول اراير مقلم، امانش باكمام، ابوا ابوام منقط، اكرو كروهات، اطلون وهكذا. يبقى انا هستخدمه لبيان الايه الشكل العام، طبعا اطلون بكعب. طيب احنا كده نكون خلصنا ان شاء الله الدرس الثاني، وان شاء الله اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، واتمنى تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوروبا.